وكثير من الناس قد يكون شاعر، لكن للأسف الشديد ليس كل شاعر ذو أخلاق عالية، وليس كل شاعر يفهم يعني آداب الإسلام أو يتقيد فيها. الشعر رسالة سامية إذا وظفتها التوظيف الصحيح. كنا في محفل وشعراء المشاركين وضعوا لهم مكان مخصص، فجاء أحد الشعراء والله ما سلم ولا على واحد. قلت ليش؟ قال هذا طبيعته، هو يرى أن نفسه أنه شاعر متميز. فأنا قلت يمكن عنده شعر، يمكن قد يكون عنده شعر يعني بليغ مغتر بشعره مغتر. فلما بدأ بالقصيدة صارت قصيدته كلها شحادة، كل القصيدة هي يشحد فيها وأقل من عادية. فلما جت مشاركتي أنا قلت يا الشاعر اللي شفت نفسك على الناس، يا الشاعر اللي شفت نفسك على الناس، يا سلام، الشعر نقص ما يزيد الرجولة، يا سلام. لو قلت أنا شاعر وأنا مرهف إحساس تزوير للواقع ولا هي بطولة، مثلك لشاف رجال لا يرفع الراس يشحد، وخزيه ينقله في حثوله تشوف فيك الزود، والنقص بكساس وعرضك اليوم من زاد قد ضر طوله. هذه كلمة ذي بس عرضك اليوم من زاد قد ضر طوله، يفهمها الشاعر فقط. اي يفهم الشاعر. فهو اذا تكلمنا عن الشعر بعطيكم يعني ابيات بسيطه. قبل شوي ابو عبد الله يقول للاسف يعني اللغه العربيه شبه اندثرت وقليل من يتحدث باللغه العربيه. صحيح، احيانا التقصير قد يكون من المجتمع عموما، لكن لا تزال الامه فيها خير، وما يزالون يعني لله الحمد كثير يتحدثون اللغة العربية. بس إن وإن كانت إنها طغت العامية. صحيح، طغت على صحيح، أنا أجي معك، لكن انظر إذا خرجت خارج مثلا المملكة في بعض البلدان اللي ما يتكلمون اللغة الإنجليزية، تجد المرشد السياحي يتكلم لغة عربية فصحى. صحيح، فلما تجلس تتحدث معه لمدة 5 أيام 6 أيام أنت تتأثر. صحيح، سبحان الله، فتبدأ تتحدث مع من حولك بنفس اللغة. أنا أقول بيات، أقول عمر الطبايع بل بشرة ما تساوت، فرق الطبايع مثل أصابع يديها، وجروحنا من وقتنا ما تداوت، صرنا من الضيقة نطبطب عليها، أحلامنا في بير يوسف تهاوت، ومالنا بالقافلة لو تجيها، ومالنا بالقافلة لو تجيها. أكيد أبو محمد بما أنه يعني شاعر فلا بد أنه يعني قال في بحر الغزل كل شاعر لابد انه يترك بحوره للشعر، سواء كان من رثاء، من اجتماعيات، من عن فراعي، عن الغزل وتغزل فالزلفي. المهم انه يعطينا شيء من الغزل. تبونها بصوت ولا؟ يا سلام يا سلام. بصوت. خلنا نخرب على ضاري. غزلتني في صورها وانا معها سريت، كيف مدخل جوها دام قلبي حبها، كيف مدخل جوها دام قلبي حبها، الهان وفلل يا بعدت انا عنها ضميت، النظر يروي عيوني ويدفي قربها، النظر يروي عيوني ويدفي قربها، دافية من هالمشاعر وانا فيها بليت، مغرم في حبها من يلوم محبها، مغرم في حبها من يلوم محبها، ساحرة لبعدت عنها فلا والله سليت، هي غنات قلوب بعض العباد وطبها، هي غنات قلوب بعض العباد وطبها، جايز فيها
فيها التغزل وبنظم كم بيت من هطول أمزان شعري لزوم صبها من هطول أمزان شعري لزوم صبها يا سلام الله على ديرة فيها ربيت ديرة الزلف ما ظن العقول لبها ديرة الزلف ظن العقول لبها الكرم والطيب والجود منهج كل بيت والله انه ظالم النفس منه سبها والله انه ظالم النفس منه سبها كاسبين النعم من طيب ذات وطيب صيت محتمين الضيف بالطيب ساعة طبها محتمين الضيف بالطيب ساعة طبها يا سحاب الفكر لو زاد مزنك ما اكتفيت واختصار العلم يعطي كفاية نبها واختصار العلم يعطي كفاية نبها فكري يلي هام فيها ولا منها ارتويت شرقها ضلع عالم والنفود بغربها شرقها ضلع عالم والنفود بغربها سلامتكم يا سلام 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 يا